ضحايا القصف الصاروخي الحوثي إلى مأرب إلى 39 قتيلاً. البرهان يقيل النائب العام وأنباء عن إعادة اعتقال الشخصيات التي أطلقت أمس. بايدن يهدد إيران بالرد إذا استخدمت الطائرات المسيرة ضد مصالح واشنطن، وبلينكين يؤكد أن كل الخيارات مطروحة. مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. البداية من التطورات اليمنية، حيث ارتفعت حصيلة مجزرة الحوثي في مأرب إلى 39 قتيلا بعد رفع الأنقاض بعد استهداف الميليشيات مسجدا بصاروخين باليستيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل ممنهج لمدنيين ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز، وراح ضحيتها الأبرياء من النساء وأطفال. واستغرب الإرياني الصمت الدولي المطبق غير المبرر لقصف الحوثيين المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد. كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 6700 يمني من محافظة مأرب منذ مطلع أكتوبر. وفي تقرير جديد للمنظمة، فقد سجل أكثر من 500 شخص أسماءهم لتلقي مساعدات عاجلة في 34 موقع نزوح في مأرب، حيث كشفت المنظمة أنها سجلت نزوح نحو 10,000 شخص في مأرب خلال سبتمبر إثر تصاعد أعمال القتال في المحافظة والمناطق المحيطة بها، مؤكدة أنه أعلى معدل نزوح تم رصده في مأرب خلال شهر واحد هذا العام. كشف أحمد بقاتو مفد الحدث إلى اليمن عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان محافظة حجر المحاصرة، وقال إن الصيادين في ميناء ميدي
هاجروا مراكب الصيد بسبب الخوف من تهديد ميليشيا الحوثي التي دمرت المباني التي تخدمهم في الميناء. العشرات من المراكب موجودة على شاطئ ميدي، هذه المراكب جميعها تركت وهجرها صيادوها قبل أن يتركوا المكان، قبل يعني أن تأتي إليهم ميليشيا الحوثي، لأنهم كانوا يعرفون أن ميليشيا الحوثي ستقوم بتدمير المكان، وهذا ما حدث بالفعل. بعض المباني التي تخدم هذه المراكب وصيد الأسماك لكن تم تدميرها تماما، مصنع للثلج، بعض المباني التي توفر بعض الأمور اللوجستية للحفاظ على السمك حتى يتم توزيعه، كل هذه تم تدميرها تماما من قبل ميليشيا الحوثي. ما يعبر عنه هذا الوضع هو أن ميليشيا الحوثي تقوم بتدمير ممنهج لأي مكان تدخل فيه قبل أن تخرج منه، هي تريد يعني أن تترك المكان وكأنها أرض محروقة لا يستطيع أحد الاستفادة منها. لذلك هناك حالة من المعاناة الشديدة التي يعاني منها السكان هنا في محافظة حجة. الوضع الإنساني هنا وضع سيء للغاية، المواطنون هنا محرومون من السلع والبضائع الغذائية وحتى توريد منتجاتهم ومحاصيلهم التي ممكن أن يوردوها إلى المحافظات اليمنية الأخرى نظرا للحصار التي تفرضه ميليشيا الحوثي على مديريات حجة المحررة. المنفذ الوحيد الذي تدخل منه البضائع والأدوية والمساعدات هو منفذ الحافية العسكري، وهو منفذ عسكري، لكن تسمح المملكة العربية السعودية بدخول المواطنين وخروج المرضى ودخولهم قدر الإمكان لمساعدة أهالي حجة هنا. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في عصير جنوب غرب المملكة، كما أوضح تحالف دعم الشرعية أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي. كشفت مصادر الحدث أن السلطات السودانية أعادت اعتقال الشخصيات المنتمية لنظام البشير والتي أطلق سراحها مساء أمس. وكانت المصادر أفادت بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام المكلف مبارك محمود وسبعة وكلاء نيابة من مناصبهم بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزير الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومدير الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي. كشف مسؤول عسكري سوداني أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لا يزال المرشح الرئيسي لرئاسة حكومة جديدة، وقد طلب من القادة العسكريين بعض المطالب. وأبلغ المسؤول العسكري وكالة أسوشيتد بريس أن لجنة محلية مدعومة أمميا تجري جهودا دبلوماسية لحل الأزمة، مشيرا إلى أنها بدأت اجتماعات منفصلة الأسبوع الماضي مع حمدوك وعبد الفتاح البرهان. وقال المسؤول أن حمدوك أصر على إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين المعتقلين قبل الانخراط في محادثات هادفة لتشكيل حكومة جديدة. وأشار المسؤول العسكري إلى موافقة البرهان المبدئية على الإفراج عن غالبية المحتجزين على أن يبقى بعضهم رهن الاحتجاز بسبب قيامهم بدور في محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر. كل الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة، لهجة أمريكية حادة ومحذرة لطهران. الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد من روما بالرد على استهداف إيران لمصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرد قد يتطرق إلى استخدام المسيرات. اتفقنا مع رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، كما ناقشنا ضرورة حث إيران على استئناف المحادثات والتوصل إلى حلول مرضية. أما بالنسبة للحديث عن كيفية تصرفنا تجاه استمرار إيران في استخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأمريكية، فإننا سنرد على ذلك وسنستمر في الرد. وردا على إمكانية التدخل عسكريا في إيران لمواجهة برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة ضد إيران ووكلائها لمنعها من شن هجمات على الأمريكيين. But we were also looking at as necessary other options if Iran is not prepared to engage quickly in good faith, to pick up where we left off in June when these talks were interrupted by the change in government in Iran.
and to see if we can get back to mutual compliance, both countries coming back into the agreement as quickly as possible. Other options, does that include military? Well, as we always say, every option is on the table, but here's what's important. Iran, unfortunately, is moving forward aggressively with its program. The time it would take for it to produce enough fissile material for one nuclear weapon is getting shorter and shorter. بعد أسبوع تقريبا من تعطل نظام الربط لمحطات الوقود في إيران، قالت شركة توزيع المنتجات البترولية أن 20% من المحطات لم يتم توصيلها بعد بنظام الوقود. وقال محمود عباس زاده مشكيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الوكالات الحكومية لم تتفق بعد على سبب انقطاع خدمة التزويد بالوقود في المحطات، مشيرا إلى أن مصدر الهجوم السبراني قد يكون خارجيا أو داخليا. في العراق أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكما بالإعدام بحق المدان بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب. وكان أحمد عبد الصمد وزميله صفاء غالي جرى اغتيالهما يناير عام 2020 أثناء تغطيتهما للتظاهرات التي شهدتها المدينة حينها. وجه مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح فيها أن تنامي قوة ميليشيات الحشد الشعبي ساهم في تدهور الوضع الأمني في العراق، وذكر في بيانه أن ميليشيات العصائب وبدر وحزب الله صعدوا من الحرب الطائفية في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، وأن هذه الميليشيات التابعة لإيران تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري والتهجير والاستيلاء على ممتلكات السكان. كما ذكر البيان أن السلطات العراقية فشلت في حماية المدنيين في قضاء المقدادية من الهجمات الانتقامية التي نفذتها قوات الحشد الشعبي، مستذكرا سلوك التقاعس واللامبالاة من قبل الحكومة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. أحداث تولد على مدار الساعة، صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمعت عقارب الساعة تتسابق، نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله.
ارتفاع ضحايا القصف الصاروخي الحوثي على مأرب إلى 39 قتيلاً. البرهان يقيل النائب العام وأنباء عن إعادة اعتقال الشخصيات التي أطلقت أمس. بايدن يهدد إيران بالرد إذا استخدمت الطائرات المسيرة ضد مصالح واشنطن، وبلينكن يؤكد أن كل الخيارات مطروحة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. البداية من التطورات اليمنية، حيث ارتفعت حصيلة مجزرة الحوثي في مأرب إلى 39 قتيلا بعد رفع الأنقاض بعد استهداف الميليشيات مسجدا بصاروخين باليستيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل ممنهج لمدنيين ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز، وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال. واستغرب الإرياني الصمت الدولي المطبق غير المبرر لقصف الحوثيين المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد. كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 6700 يمني من محافظة مأرب منذ مطلع أكتوبر. وفي تقرير جديد للمنظمة، فقد سجل أكثر من 500 شخص أسماءهم لتلقي مساعدات عاجلة في 34 موقع نزوح في مأرب، حيث كشفت المنظمة أنها سجلت نزوح نحو 10,000 شخص في مأرب خلال سبتمبر إثر تصاعد أعمال القتال في المحافظة والمناطق المحيطة بها، مؤكدة أنه أعلى معدل نزوح تم رصده في مأرب خلال شهر واحد هذا العام. كشف أحمد بقاتو مفد الحدث إلى اليمن عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان محافظة حجة المحاصرة، وقال إن الصيادين في ميناء ميدي هجروا مراكب الصيد بسبب الخوف من تهديد ميليشيا الحوثي التي دمرت المباني التي تخدمهم في الميناء. العشرات من المراكب موجودة على شاطئ ميدي، هذه المراكب جميعها
تركت وهجرها صيادوها قبل أن يتركوا المكان، قبل يعني أن تأتي إليهم ميليشيا الحوثي، لأنهم كانوا يعرفون أن ميليشيا الحوثي ستقوم بتدمير المكان، وهذا ما حدث بالفعل. بعض المباني التي تخدم هذه المراكب وصيد الأسماك لكن تم تدميرها تماما، مصنع للثلج، بعض المباني التي توفر بعض الأمور اللوجستية للحفاظ على السمك حتى يتم توزيعه، كل هذه تم تدميرها تماما من قبل ميليشيا الحوثي. ما يعبر عنه هذا الوضع هو أن ميليشيا الحوثي تقوم بتدمير ممنهج لأي مكان تدخل فيه قبل أن تخرج منه. هي تريد يعني أن تترك المكان وكأنها أرض محروقة لا يستطيع أحد الاستفادة منها. لذلك هناك حالة من المعاناة الشديدة التي يعاني منها السكان هنا في محافظة حجة. الوضع الإنساني هنا وضع سيء للغاية. المواطنون هنا محرومون من السلع والبضائع الغذائية وحتى توريد منتجاتهم ومحاصيلهم التي ممكن أن يوردوها إلى المحافظات اليمنية الأخرى نظرا للحصار التي تفرضه ميليشيا الحوثي على مديريات حجة المحررة. المنفذ الوحيد الذي تدخل منه البضائع والأدوية والمساعدات هو منفذ الحافية العسكري، وهو منفذ عسكري، لكن تسمح المملكة العربية السعودية بدخول المواطنين وخروج المرضى ودخولهم قدر الإمكان لمساعدة أهالي حجة هنا. اعترضت الدفاعة الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في عسير جنوب غرب المملكة، كما أوضح تحالف دعم الشرعية أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي. كشفت مصادر الحدث أن السلطات السودانية أعادت اعتقال الشخصيات المنتمية لنظام البشير والتي أطلق سراحها مساء أمس. وكانت المصادر أفادت بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام المكلف مبارك محمود وسبعة وكلاء نيابة من مناصبهم بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزير الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومدير الأعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي. كشف مسؤول عسكري سوداني أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لا يزال المرشح الرئيسي لرئاسة حكومة جديدة، وقد طلب من القادة العسكريين بعض المطالب. وأبلغ المسؤول العسكري وكالة أسوشيتد بريس أن لجنة محلية مدعومة أمميا تجري جهودا دبلوماسية لحل الأزمة، مشيرا إلى أنها بدأت اجتماعات منفصلة الأسبوع الماضي مع حمدوك وعبد الفتاح البرهان. وقال المسؤول إن حمدوك أصر على إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين المعتقلين قبل الانخراط في محادثات هادفة لتشكيل حكومة جديدة. وأشار المسؤول العسكري إلى موافقة البرهان المبدئية على الإفراج عن غالبية المحتجزين، على أن يبقى بعضهم رهن الاحتجاز بسبب قيامهم بدور في محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر. كل الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة، لهجة أمريكية حادة ومحذرة لطهران. الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد من روما بالرد على استهداف إيران لمصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرد قد يتطرق إلى استخدام المسيرات. اتفقنا مع رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، كما ناقشنا ضرورة حث إيران على استئناف المحادثات والتوصل إلى حلول مرضية. أما بالنسبة للحديث عن كيفية تصرفنا تجاه استمرار إيران في استخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأمريكية، فإننا سنرد على ذلك وسنستمر في الرد. وردا على إمكانية التدخل عسكريا في إيران لمواجهة برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة ضد إيران ووكلائها لمنعها من شن هجمات على الأمريكيين. But we were also looking at as necessary other options if Iran is not prepared to engage quickly in good faith, to pick up where we left off in June when these talks were interrupted by the change in government in Iran, and to see if we can get back to mutual compliance, both countries coming back into the agreement
as quickly as possible. Other options, does that include military? Well, as we always say, every option is on the table, but here's what's important. Iran, unfortunately, is moving forward aggressively with its program. The time it would take for it to produce enough fissile material for one nuclear weapon is getting shorter and shorter. Look, we've seen Iran or its proxies engage in activities that have put Americans and others at risk, and that this is this has been ongoing for some time. President is very much prepared to take whatever action is appropriate at a time and place of our choosing by whatever means are appropriate to prevent and stop Iran from engaging in these activities or its proxies engaging in these activities. إيران وأنشطتها النووية لا تزال تقلق العالم مع تأخر عقد جلسة المفاوضات إلى جانب استمرار طهران في أعمال استفزازية بينها إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. رسالة مشتركة من قبل واشنطن وباريس ولندن وبرلين دعت طهران إلى تغيير موقفها بهدف إنقاذ الاتفاق والتوصل إلى حلول مرضية حول برنامجها النووي. نعتمد على عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، لكن الوقت يمر وتخصيب اليورانيوم مستمر في إيران، وهذا يقلقنا كثيراً. لقد حان الوقت للحديث عما يمكن فعله لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. الدول الغربية الأربعة قالت في بيان أصدرته بشأن إيران خلال قمة العشرين في روما إن طهران قللت من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقلصت من شفافيتها تجاه عمل الوكالة، ما يمكن أن يعرض إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي للخطر. أما إيران فلم تحدد بعد موعداً لخوض الجولة المقبلة من المفاوضات، على الرغم من أن مسؤوليها قد أكدوا إمكانية استئناف المفاوضات خلال أسابيع قليلة، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي اشترط استئناف التفاوض بالبدء من النقطة التي انسحبت منها الولايات المتحدة إبان عهد ترامب من الاتفاق النووي. نور الحصني، العربية. بعد أسبوع تقريباً من تعطل نظام الربط لمحطات الوقود في إيران، قالت شركة توزيع المنتجات البترولية أن 20% من المحطات لم يتم توصيلها بعد بنظام الوقود. وقال محمود عباس زادة مشكين المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الوكالات الحكومية لم تتفق بعد على سبب انقطاع خدمة التزويد بالوقود في المحطات، مشيراً إلى أن مصدر الهجوم السبراني قد يكون خارجياً أو داخلياً. حرب سبرانية مجهولة التوقيت تضرب العمق الإيراني منذ أكثر من عامين، كان آخرها الهجوم السبراني الذي عطل محطات الوقود التي تعاني أصلاً من عجز كبير. وبعد أسبوع من الصمت اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ العملية. من الناحية التقنية تبين أن الهجوم الذي عطل محطات الوقود وكذلك الهجومين السابقين نفذهما وبلا شك أعداء طهران الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما أعلنه رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، الذي أضاف أيضاً أن الهجومين اللذين استهدفا نظام سكك الحديد وميناء الشهيد رجائي كانا متطابقين مع هجمات محطات الوقود. كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدثت عام 2020 عن وقوف إسرائيل خلف هجوم معلوماتي طال ميناء الشهيد رجائي، وذلك رداً على ما قالت الصحيفة إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية. وتعود إحدى أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر عام 2010، حين ضرب فيروس ستانست منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. محاسن حدارة، الحدث. في العراق أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكماً بالإعدام بحق المدان بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي وفقاً للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.
وكان أحمد عبد الصمد المعروف بمناهضته للأحزاب الموالية لإيران وزميله صفاء غالي جرى اغتيالهما يناير عام 2020 أثناء تغطيتهما للتظاهرات التي شهدتها المدينة حينها. وفي العراق أيضا أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكما بالإعدام بحق المدان بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب. وجه مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح فيها أن تنامي قوة ميليشيات الحشد الشعبي ساهم في تدهور الوضع الأمني في العراق، وذكر في بيانه أن ميليشيات العصائب وبدر وحزب الله صعدوا من الحرب الطائفية في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، وأن هذه الميليشيات التابعة لإيران تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري والتهجير والاستيلاء على ممتلكات السكان. كما ذكر البيان أن السلطات العراقية فشلت في حماية المدنيين في قضاء المقدادية من الهجمات الانتقامية التي نفذتها قوات الحشد الشعبي، مستذكرا سلوك التقاعس واللامبالاة من قبل حكومة. أظهرت صور من إدلب في شمال سوريا حالات هلع وخوف في صفوف طلاب المدارس إثر استهداف الطيران الحربي الروسي صالو بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود السورية التركية. الله أكبر. الله أكبر. أفادت مصادر خاصة للحدث حول الاجتماعات التي تجريها لجنة 5+5 الليبية في القاهرة بأن اللجنة متمسكة بضرورة خروج القوات التركية من الأراضي الليبية والمرتزقة، بالإضافة إلى رفض وجود قواعد عسكرية للجيش التركي وتسليم المواقع للقوات الليبية. كما طالبت اللجنة الليبية بوضع جدول زمني لتجريد الميليشيات من أسلحتها قبل مغادرة ليبيا بإشراف لجنة دولية. عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في خطابه خلال افتتاح فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار عن أهمية المصالحة الوطنية في تحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكدا دعمه لإقامة الانتخابات في موعدها. النقطة الأهم برأيي هي المصالحة الوطنية، وهذا هو الدور الأساسي الذي أعتقد بأن هذا الاجتماع وغيره، ولكن مخرجات هذا الاجتماع لابد أن تركز على هذه النقطة. نتمنى أن يكون هذا الاستقرار قريب في 24 ديسمبر مثل ما وعدنا الليبيين، أن تكون هناك انتخابات حقيقية نزيهة، وندعم هذه الانتخابات في موعدها. ضغوط دولية لإقامة الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها، ولكن الآن هناك عقبات في الداخل الليبي، أبرزها مقترح مقدم من نائب رئيس المجلس الرئاسي لتأجيل موعد تلك الانتخابات لثلاثة أشهر بمزاعم ضمان نجاحها. الانتخابات الرئاسية الليبية في مهب الريح، ضغوط دولية وإقليمية لإقامتها في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر، مطالبات من قبل البعثة الأممية بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعدها مع تجديد ألمانيا لإقامتها في وقتها المحدد، حيث ترعى مسار برلين لحل الأزمة الليبية. لكن في الداخل الليبي هناك عقبات قد تؤدي لتأجيل الانتخابات الرئاسية. أطراف عدة اقترحت تأجيل إقامة الانتخابات لضمان نجاحها، آخرها نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي. اللافي وصف اقتراحه بالشخصي ويتضمن تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر، أي حتى مارس 2022. أسباب عدة طرحها اللافي لتأجيل الانتخابات الليبية المرتقبة، أبرزها عدم إنجاز قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات حتى الآن، ورفض مجلس الدولة برئاسة خالد المشري لقوانين الانتخاب التي أقرها مجلس النواب، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي ونائبه الثاني عدم علمهما بأي اتجاه لتأجيل الانتخابات.
أي اجتهاد ليمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة وفق محضر موقع، غير ذلك هو رأي شخصي. وبحسب مصادر ليبية فإن مبادرة تأجيل الانتخابات تم عرضها على دول مهتمة بالشأن الليبي وحظيت فقط بتأييد تركيا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طالب من الرئيس الأمريكي جو بايدن رد المبالغ التي دفعتها تركيا لبرنامج المقاتلات F-35. وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين قال أردوغان إنه طرح على بايدن منح تركيا مقاتلات F-16 نظير تلك المبالغ إذا لم تردها أمريكا. تتجه الأوضاع الإنسانية في أفغانستان نحو الأسوأ يوما بعد يوم، ليس الحديث هنا فقط عن نقص الغذاء وانعدام الأمن، بل بلغ الوضع هناك إلى عرض بعض العائلات أبنائها للبيع فقط لأجل تلبية احتياجاتها الغذائية في ظل توقف المساعدات الإنسانية بعد سيطرة طالبان على الحكم. في هذا المنزل المتداعي بمنطقة در قاضي بولاية غور الأفغانية تكافح عائلة صميم من أجل البقاء، فبعد أن استنفدت جميع الوسائل لم يبقى أمام الجدة رحشان صميمي إلا عرض أحفادها هؤلاء للبيع، والهدف توفير احتياجاتها الأساسية وإنقاذ الأطفال من الجوع. تعيش الجدة كمستأجرة مع ولديها وزوجة ابنها وستة أحفاد بينهم 4 بنات في منزل متداعٍ يفتقر إلى أبسط ضروريات الحياة. قبل أسبوع عرضت حافدتي للبيع لقاء $2200 للكبرى و $1100 للصغرى، لكن أحدا لم يقم بشراء أي منهما بعد. نحن جائعون ولم يساعدنا أحد خلال هذه الفترة، حتى أقاربنا لم يساعدونا. كنت أتمنى لو تلقيت المساعدة حتى لا أضطر إلى بيع أحفادي. ومع قدوم فصل الشتاء ها هي مخاوف الجدة رحشانة تتنامى أكثر فأكثر. فصل الشتاء بات على الأبواب، يجب أن أبيع حفيدتي لشراء الطعام والملابس لأحفاد الآخرين. ليس لدينا حتى المال لدفع إيجار هذا المنزل المتداعي الذي نعيش فيه. ليس غريباً أن تعيش هذه الفتاة ذات 6 سنوات حالة رعب من قرار جدتها، ومع كل يوم يمر دون أن تباع فهو بالنسبة لزينب بمثابة اليوم الذي ولدت فيه من جديد. أعيش حالة رعب منذ أن قررت جدتي عرضي للبيع. أدرك أنها مضطرة لبيعي من أجل إعالة أفراد العائلة الآخرين وانتشالهم من الجوع. عائلة الصميمي ليست العائلة الأفغانية الوحيدة التي تعيش هذه الأوضاع، فغيرها كثير، إذ يدفع البؤس والفقر المدقع الذي يهدد الكثير من العائلات إلى التفكير على نحو ما إلى عرض أبنائها للبيع كما تفعل الجدة رحشانة، أو النزوح إلى مناطق آمنة إن وجدت كما فعلت قبل أشهر أكثر من 1000 عائلة في ولاية غور بسبب النزاعات المسلحة. عدم توفير المساعدة لهؤلاء الأشخاص يعني تركهم في مواجهة كارثة إنسانية حقيقية. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 23 مليون أفغاني، أي ما يفوق نصف سكان أفغانستان، سيعانون من نقص حاد في الغذاء خلال أشهر الشتاء القادم. عيسى بوسوسو، الحدث. انطلقت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية قمة تغير المناخ التي تستمر حتى 12 من نوفمبر، وتناقش القمة قضايا الاحتباس الحراري وعقبات تجاوزه وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ قبل 6 سنوات. 30,000 شخص يشاركون في قمة المناخ في غلاسكو التي ينظر إليها كفرصة أخيرة لتجاوز مخاطر التلوث البيئي وسط تحذيرات وأدلة تشير إلى تفاقم أزمة المناخ وعدم اتخاذ أي إجراءات جدية من الدول الموقعة على اتفاق باريس للحد من انبعاثات الكربون.
يجب أن نكون متفائلين ولدينا ثقة كاملة في أن قادة العالم سوف يرتقون إلى مستوى التحدي وترجمة الأقوال إلى أفعال وتقديم الدعم التكنولوجي ونقل التحولات التكنولوجية إلى البلدان الأخرى. نقاشات 120 قائداً ورئيس دولة والتي سيغيب عنها رئيسا الصين وروسيا ستكون محط اهتمام العالم على أمل أن يتفقوا على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وإبقاء ارتفاع درجة حرارة إلى أقل من درجة ونصف درجة مئوية، وإن كان الطموح هو الوصول إلى درجتين مئويتين. The rapidly changing climate is sounding an alarm to the world to step up. تغير المناخ السريع يدق جرس الإنذار للعالم من أجل تكثيف الجهود لمواجهة الخسائر والأضرار والعمل الآن للحفاظ على فرصة إبقاء ارتفاع الحرارة في درجة ونصف مئوية، ونعلم أن COP26 هو آخر أمل لنا. أدرك أن لدينا أجندة مفاوضات غير مسبوقة، لكنني أعتقد أن العالم يمكن أن يحقق ذلك ويجب أن تتحقق هذه الأهداف. في هذه القمة المناخية ستقدم حكومات 200 دولة آخر خططها لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030 وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس بإجراء تقييم كل 5 سنوات. المنظمون والناشطون يرون في قمة غلاسكو فرصة مهمة للوفاء بوعود قطعت. انتهى عصر التعهدات وحان وقت خفض الانبعاثات لوقف كارثة مناخية تهدد البشرية أجمع. من غلاسكو مصطفى زارو، الحدث. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. طبعا ندعوكم مشاهدينا لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، كما يمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا. إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً 5 مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر.
ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. ضحايا القصف الصاروخي الحوثي إلى مأرب إلى 39 قتيلاً. البرهان يقيل النائب العام وأنباء عن إعادة اعتقال الشخصيات التي أطلقت أمس. بايدن يهدد إيران بالرد إذا استخدمت الطائرات المسيرة ضد مصالح واشنطن، وبلينكين يؤكد أن كل الخيارات مطروحة. مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. البداية من التطورات اليمنية، حيث ارتفعت حصيلة مجزرة الحوثي في مأرب إلى 39 قتيلا بعد رفع الأنقاض بعد استهداف الميليشيات مسجدا بصاروخين باليستيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل ممنهج لمدنيين ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز، وراح ضحيتها الأبرياء من النساء وأطفال. واستغرب الإرياني الصمت الدولي المطبق غير المبرر لقصف الحوثيين المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد. كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 6700 يمني من محافظة مأرب منذ مطلع أكتوبر. وفي تقرير جديد للمنظمة، فقد سجل أكثر من 500 شخص أسماءهم لتلقي مساعدات عاجلة في 34 موقع نزوح في مأرب، حيث كشفت المنظمة أنها سجلت نزوح نحو 10,000 شخص في مأرب خلال سبتمبر إثر تصاعد أعمال القتال في المحافظة والمناطق المحيطة بها، مؤكدة أنه أعلى معدل نزوح تم رصده في مأرب خلال شهر واحد هذا العام.
كشف أحمد بقاتو مفد الحدث إلى اليمن عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان محافظة حجة المحاصرة، وقال إن الصيادين في ميناء ميدي هجروا مراكب الصيد بسبب الخوف من تهديد ميليشيا الحوثي التي دمرت المباني التي تخدمهم في الميناء. العشرات من المراكب موجودة على شاطئ ميدي، هذه المراكب جميعها تركت وهجرها صيادوها قبل أن يتركوا المكان، قبل يعني أن تأتي إليهم ميليشيا الحوثي، لأنهم كانوا يعرفون أن ميليشيا الحوثي ستقوم بتدمير المكان، وهذا ما حدث بالفعل. بعض المباني التي تخدم هذه المراكب وصيد الأسماك لكن تم تدميرها تماما، مصنع للثلج، بعض المباني التي توفر بعض الأمور اللوجستية للحفاظ على السمك حتى يتم توزيعه، كل هذه تم تدميرها تماما من قبل ميليشيا الحوثي. ما يعبر عنه هذا الوضع هو أن ميليشيا الحوثي تقوم بتدمير ممنهج لأي مكان تدخل فيه قبل أن تخرج منه، هي تريد يعني أن تترك المكان وكأنها أرض محروقة لا يستطيع أحد الاستفادة منها. لذلك هناك حالة من المعاناة الشديدة التي يعاني منها السكان هنا في محافظة حجة. الوضع الإنساني هنا وضع سيء للغاية، المواطنون هنا محرومون من السلع والبضائع الغذائية وحتى توريد منتجاتهم ومحاصيلهم التي ممكن أن يوردوها إلى المحافظات اليمنية الأخرى نظرا للحصار التي تفرضه ميليشيا الحوثي على مديريات حجة المحررة. المنفذ الوحيد الذي تدخل منه البضائع والأدوية والمساعدات هو منفذ الحافية العسكري، وهو منفذ عسكري لكن تسمح المملكة العربية السعودية بدخول المواطنين وخروج المرضى ودخولهم قدر الإمكان لمساعدة أهالي حجة هنا. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في عصير جنوب غرب المملكة، كما أوضح تحالف دعم الشرعية أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي. كشفت مصادر الحدث أن السلطات السودانية أعادت اعتقال الشخصيات المنتمية لنظام البشير والتي أطلق سراحها مساء أمس. وكانت المصادر أفادت بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام المكلف مبارك محمود وسبعة وكلاء نيابة من مناصبهم بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزير الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومدير الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي. كشف مسؤول عسكري سوداني أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لا يزال المرشح الرئيسي لرئاسة حكومة جديدة، وقد طلب من القادة العسكريين بعض المطالب. وأبلغ المسؤول العسكري وكالة أسوشيتد بريس أن لجنة محلية مدعومة أمميا تجري جهودا دبلوماسية لحل الأزمة، مشيرا إلى أنها بدأت اجتماعات منفصلة الأسبوع الماضي مع حمدوك وعبد الفتاح البرهان. وقال المسؤول أن حمدوك أصر على إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين المعتقلين قبل الانخراط في محادثات هادفة لتشكيل حكومة جديدة. وأشار المسؤول العسكري إلى موافقة البرهان المبدئية على الإفراج عن غالبية المحتجزين على أن يبقى بعضهم رهن الاحتجاز بسبب قيامهم بدور في محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر. كل الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة، لهجة أمريكية حادة ومحذرة لطهران. الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد من روما بالرد على استهداف إيران لمصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرد قد يتطرق إلى استخدام المسيرات. اتفقنا مع رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، كما ناقشنا ضرورة حث إيران على استئناف المحادثات والتوصل إلى حلول مرضية. أما بالنسبة للحديث عن كيفية تصرفنا تجاه استمرار إيران في استخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأمريكية، فإننا سنرد على ذلك وسنستمر في الرد. وردا على إمكانية التدخل عسكريا في إيران لمواجهة برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة ضد إيران ووكلائها لمنعها من شن هجمات على الأمريكيين.
But we were also looking at, as necessary, other options if Iran is not prepared to engage quickly in good faith, to pick up where we left off in June when these talks were interrupted by the change in government in Iran, and to see if we can get back to mutual compliance, both countries coming back into the agreement as quickly as possible. Other options, does that include military? Well, as we always say, every option is on the table, but here's what's important. Iran, unfortunately, is moving forward aggressively with its program. The time it would take for it to produce enough fissile material for one nuclear weapon is getting shorter and shorter. بعد أسبوع تقريبا من تعطل نظام الربط لمحطات الوقود في إيران، قالت شركة توزيع المنتجات البترولية أن 20% من المحطات لم يتم توصيلها بعد بنظام الوقود. وقال محمود عباس زاده مشكيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الوكالات الحكومية لم تتفق بعد على سبب انقطاع خدمة التزويد بالوقود في المحطات، مشيرا إلى أن مصدر الهجوم السبراني قد يكون خارجيا أو داخليا. في العراق أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكما بالإعدام بحق المدان بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب. وكان أحمد عبد الصمد وزميله صفاء غالي جرى اغتيالهما يناير عام 2020 أثناء تغطيتهما للتظاهرات التي شهدتها المدينة حينها. وجه مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح فيها أن تنامي قوة ميليشيات الحشد الشعبي ساهم في تدهور الوضع الأمني في العراق، وذكر في بيانه أن ميليشيات العصائب وبدر وحزب الله صعدوا من الحرب الطائفية في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، وأن هذه الميليشيات التابعة لإيران تواصل ارتكاب جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري والتهجير والاستيلاء على ممتلكات السكان. كما ذكر البيان أن السلطات العراقية فشلت في حماية المدنيين في قضاء المقدادية من الهجمات الانتقامية التي نفذتها قوات الحشد الشعبي، مستذكرا سلوك التقاعس واللامبالاة من قبل الحكومة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء.